ما راح نلعب بادل اوكي. فالمهم فكان في شمس فانا بعمل تان وقت نلعب بادل. الفكره انه طلع حالي بلاقي جسمي يا اخي عليه نقط سوداء. شوفوا اوكي شوفوا. فاذا بتقرب عليهم تخيلوا نحن ماشيين بسكوتر هذا كله برغش. ييه برغش ملزق بالتان. ييه كم برغشي انا ضار معناته انا جسمي كم برغشي فيه. ليكي ليكي طب شيلون. طب مسكي مسكي. كم بكره بلاقي ايدي معضله من كتر الحب مش طبيعي البرغش. عم تضرب حالك انت. يا مش طبيعي مش طبيعي الوضع. عم بتطلع بجسمي عبول. انا امتى اتزحلط على الارض وتعبيت رمل؟ طلع برغش يا اللبكي. مو طلع يا ابو ظبي بعد شوي. انتوا شو اخباركم؟ WhatsApp communities is somewhat easier for you because people on WhatsApp, even for instance, I am the worst in answering. You would still have people that more follow on what they have on WhatsApp rather than what they have on emails. This just feels more personal. If somebody is in your email file, it's like before it's something businessy, which can be good. Trying to reach someone on a personal level because almost all of your services are very personal. You need to have a personal connection. The people need to like you because you're either like Shifani transferring their home or you're giving them the service of them building their own life, you know. صباح الخير سناب شات، كيفكم شو اخباركم؟ So حابه اخبركم انه عندي ادمان جديد. الادمان اسمه لحظه بادل. Guys ادمان رسمي، يعني كل يوم جابالي العب بادل كل يوم. فان شاء الله ب 2024 رح صير محترفه بالبادل. ترقب جايز. اللي ما بيعرف لعبه البادل كثير بتشبه التنس بس اسهل بشوي. يعني هاي ناس عم تلعب التنس هون فبتلعب واحد بواحد. التنس البادل بتلعب اربعه يعني يكونوا اثنين بفريق. فما بعرف حسيتها اسهل وفي ازاز يعني عادي يخبط الطابه بالازاز فبتصير اسهل كمان. فا ايه يلا شوفكم بعد ساعه. وين الجيم؟ ليش بطلتوا تروحوا؟ يا جماعه الانشغال اللي كنا فيه الشهر الماضي كان مو طبيعي. فما كان عندنا وقت نروح فيه على الجيم لانه كان في كتير شغل. وهالفتره كمان عندنا كتير اشياء نعملها. في سفرات جاية إن شاء الله، في فعاليات عم بتصير، فما كمان ما عم نلاقي وقت نروح فيه على الجيم. بس نحن عم ننزل تقريبا كل يوم عم نلعب بادل، عم نحرك جسمنا. إنه صحيح إحنا ما منروح على الجيم بس عم نروح نلعب بادل وعم نحرك جسمنا. مثلا اليوم كان بدنا نروح على الجيم بس إذا بدنا نروح على الجيم ونرجع ما رح نلحق نروح على أبو ظبي اليوم. عنا طلعة أبو ظبي لأنه في عنا opening. ف كنا نروح الجيم وما قدرنا نروح الجيم. كل يوم هيك بصير، كل ما نفيق بنقول يلا بنروح الجيم بعدين بيطلع عنا شيء نعمله. فان شاء الله ان شاء الله قريبا راح نروح الجيم. كيف اتجاهل كلام الناس اللي حواليي؟ كثير بسيطه. اسالي حالك سؤال واحد بس. كل شيء عليك تعمليه اسالي حالك سؤال. هل بيوم من الايام راح تاخذ نصيحه من هدول الناس او من هدول العالم؟ لا. سو بيعني انه كلامهم مو مهم عندك وانه ما رح تتأثري ابدا من كلامهم، فهيك بتكوني عم تتجاهليهم. بس شكله في عالم جداد عم بيتابعوني. طبعا السؤال هذا تكرر اكثر من مره. فعمري انا 22 وغيث 31، يعني في فرق 8 سنين بيناتنا. بس انا رح صير 23 شهر 4. كتير حبيت السؤال لأنه ما حدا سألني هذا السؤال من قبل. بس أول ما قريته خطر لي شغلة واحدة بس. في طبق عندي إياه وما بحبه أبدا، أحيانا حلو أحيانا مو حلو، يلي هو أني كنت أي تصرف بيعمله حدا معي أوكي أنه تصرف سيء أو شيء مو حلو دائما أخذ حس النية
اخذها بحس النية. وبعدين اخر شيء انضرب كف. ف هذا الشيء هذا الطبع اللي ما رح اخذه معي على 2024 خلاص باي باي. رح صير فكر اسوأ ممزح ما رح فكر اسوأ احتمالات بس انه ما رح اعمي عيوني على شيء واضح وبس والله. اوكي انا عامله فقره كيف تحبوا حالكم بتفوتي عندي على السناب بالبروفايل بيكون موجود مسيفه كل النقاط بس في نصيحه صغيره حتى اذا بدكم حتى كلياتكم فيكم تعملوها خصصوا وقت لنفسكم مرتين بالاسبوع ثلاث مرات بالاسبوع اعملوا شيء انتم بتحبوه هوايه حابين تنموها اي شيء انتم بتحبوا تعملوه خصصوا وقت لكم بس هيك حطوه على الكالندر حطوه بالتليفون تايمر شو ما كان مشان انت تخبري حالك مثل كانه مثل وقت تروحي عند حدا تقول له انا عندي موعد معك اليوم على الساعه 8 احكوا مع حالكم قول انا ما انا عندي موعد معك اليوم على الساعه 9 اليوم بدنا نعمل هيك وهيك وهيك بس بينك وبين نفسك فهيك بتركزي على حالك تعطي وقت لإلك وبس والله. عندي نفس المشكلة ببكي على كل شيء بس ما انه شيء سيء مين قال انه البكي شيء سيء بالعكس بالطريقة اللي انتي بتعبري فيها هو البكي فما في شيء غلط ابدا انه تبكي بس انه يعني بنحاول انه مو على اي شيء انا هيك عم حاول مو على اي شيء بس انا حساسة ف ببكي هيك طريقتي بالتعبير يعني ببكي بعصب ببكي بزعل ببكي بضحك ببكي كل بفرح ببكي انا كثير ببكي بس افضل مرطب وهاد شارلوت تيلبري ماجيك ووتر عملوا سكرين شوت يا الله عطيت غيس يفك لي طوقي لانه مشربك بطوق تاني نعم لا شو يقطع غيس مو مشكلتي حبيبي هاي ما بتنفك صار لي نص طب ما عندك غيره؟ طب لا لازم يعني؟ يعني شوي بلا ما تلبسي خليكي متواضعة تلبسي حلا ودنيا وابصر شو استغفر الله العظيم طب دي كيف دي طب مع الاي عندي من الاول بدون ما تلفيها عندك ثلاثة استغفر الله عندي ثلاث بوكسات تحطهم كيف تحطهم تحطهم هيك وترميهم جوا كيف يعني كيف كيف بدي فك امها انا لها كيف يعني حد يشرح لك والله صعب يقولوا تعبت حبيب ما فكيت لهلا ولا واحدة طب اقطعها وارجع ركبها والله ما عم تنفك وحياة الله ما عم تنفك هاي وحده ولا هذا خاتم شو هاد ميري اجت قالت لي اساعدك قلت لها ورجيني شطارتك يا ميري تعرفي انتي اكلي اخذ بجرب اوكي بدنا نشوف هني عنده خبره اكثر ليش بيسلموني هالامور يعني مثلا اعطيني شيء 5 مليون درهم مثلا اللي فكه اوكي بلعك اوكي بس قول له سنسال ورفيع شو عم يزبط ولا
يا اما نحن الاثنين مش فاهمين على بعض، يا اما انت عم تسلكي لي صح. اعتقد الجواب صح. شو زبط؟ يزبط طبعا. ماري تحكي لبناني اكثر مني. تعرف تشتغلي ماري؟ اكيد. شو قلتي لي قبل بشتغل وشو؟ شو مرتب ونص. مرتب ونص. قلت لها بتعرف ترتبي؟ قالت لي مرتب ونص. قلت لها بس اوكي.